العاصمة القطرية الدوحة لاستقبال وفدي الحكومة الأفغانية وطالبان لبدء محادثات السلام بين الجانبين التي تنطلق غدا السبت. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وزير خارجيته مايك بومبيو توجه إلى الدوحة للمشاركة في انطلاق محادثات السلام. ونقلت طائرة 6 سجناء طالب طالبان الحكومة الأفغانية بإطلاق سراحهم أمس الخميس، وعارضت بعض الحكومات الغربية الإفراج عنهم، ولكن تم الاتفاق على أن يظلوا قيد المراقبة في قطر ليكون ذلك حلا وسطا. بعد تأخير وانتظار دام أشهرا، تستأنف غدا السبت المفاوضات الأفغانية في العاصمة القطرية الدوحة. وإلى هناك أوفد الرئيس الأمريكي وزير خارجيته على عجل لقطف ثمار الحدث السياسي الذي أرجعه لجهود إدارته. مباحثات السلام الأفغانية جاءت نتيجة جهد دبلوماسي جريء من جانب إدارتي في الأشهر والسنوات الأخيرة. ستلعب الولايات المتحدة دورا مهما في التقريب بين الطرفين لإنهاء عقود طويلة من الحرب. سنخفض عدد قواتنا في أفغانستان إلى 4000. بومبيو أعلن أنها فرصة تاريخية يجب اغتنامها، وهو الذي كان قد شارك في مراسم توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان استضافته الدوحة في نهاية فبراير الماضي. يمهد الطريق وفق جدول زمني لانسحاب أمريكي تدريجي من أفغانستان وتبادل للأسرى بين طالبان والحكومة الأفغانية. وزارة الخارجية القطرية كانت أعلنت في موقعها الرسمي على الإنترنت استضافة قطر لمفاوضات سلام مباشرة بين جميع الأطراف الأفغانية، فيما أكدت حركة طالبان مشاركتها في هذه المحادثات. وحكومة كابول أرسلت وفدا تفاوضيا على رأسه عبد الله عبد الله رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية، خطوة توقعها الممثل الأمريكي الخاص للمصالحة في أفغانستان زلماي خليل زاد في أغسطس الماضي بالقول إن الفريق التفاوضي الأفغاني سيتوجه إلى قطر للبدء الفوري بالمفاوضات التي يؤمل منها إنهاء الحرب التي بدأت في أكتوبر 2001 بعد إطاحة التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة بحكم طالبان. ومن كابل ينضم إلينا مراسلنا جواد الجوادي. جواد، أهلا بك. كيف تبدو الأجواء قبل بدء محادثات السلام بين طالبان والحكومة الأفغانية على المستوى الرسمي والشعبي؟ نعم سرمد، دعني أبدأ من الخبر العاجل الذي وصلنا قبل الآن، حيث أن الطائرة التي تقل الوفد الأفغاني لمفاوضات السلام إلى الدوحة قد أقلعت قبل قليل من مطار كابول الدولي باتجاه الدوحة. هذا الطائرة يحمل أعضاء الوفد المكون من 21 شخصا، وأيضا المراسلين ووكلاء الإعلام الأفغانية الذين سيغطون هذا المؤتمر. رئيس الوفد الأفغاني عبد الله قال في تصريح قبيل توجهه إلى قطر، ووصف مفاوضات السلام في الدوحة بأنها بالحدث التاريخي الذي لم تشهد أفغانستان خلال الأربع عقود الماضية، وعبر عن أمله بأن تحقق المفاوضات السلام العادل والشامل للجميع. طبعا عبد الله أكد بأن المفاوضات خطوة هامة من أجل مد جسور الثقة بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان. طبعا الأزمة الأفغانية مر عليها 20 عاما خلال الحرب الأهلية والاحتلال السوفيتي، وأيضا 20 عام الأخيرة والتي احتدم فيها القتال بين المجتمع بين الحكومة الأفغانية مدعومة بالمجتمع الغربي وحركة طالبان. يأمل الجميع هنا، يبدي الجميع هنا تفاؤلا حذرا، ويريدون إنهاء هذا الأزمة بأقل الأضرار وبأقصى سرعة ممكنة، لأنه مر عليه أكثر من 20 سنة. جواد، هل يعني أسألك هنا عن الرأي العام في الداخل الأفغاني، كيف ينظر؟ أنت قلت قبل قليل أن هناك تفاؤل حذر، ولكن هذه المحادثات ماذا تختلف بالنسبة لهم؟ هل هناك توقعات بنجاحها؟
هذه المباحثات هي المباحثات الأول من نوعها التي يجتمع فيها التي من المقرر أن يجتمع فيها قادة الصف الأول من حركة طالبان وأيضا الحكومة الأفغانية ويجلسون فيها على طاولة الحوار وجها لوجه من أجل البحث والحوار حول الأزمة الأفغانية. الشارع الأفغاني يبدي تفاؤلا حذرا، هو مقتنع جدا بأن فرصة ذهبية وفرصة سانحة جدا من أجل إنهاء الملف وإنهاء الأزمة الأفغانية المستعصية التي مر عليها عدة سنوات. لكن يجب التذكير هنا أن الأمور لن تكون سهلة، قد لا يتم حل كافة الموضوع من خلال الجولة الأولى، وقد يتم الذهاب إلى جولات عدة، لا سيما أن ملفات عديدة عالقة وموجودة بين الطرفين. الحكومة الأفغانية تصر على النظام الجمهوري، تريدها نظاما جمهوريا، الإمارة حركة طالبان تريدها حكومة إسلامية واقعية كما أكد المتحدث باسمها نعيم وردك مساء أمس. لكن الجميع متفائل ويريد الخروج بنتيجة إيجابية. نعم، جواد الجوادي مراسلنا من كابل، شكرا جزيلا لك.